كل يوم والنازحين والمشردين من مديرية التعزية تزداد أعدادهم وتزيد احتياجاتهم، خاصة وقد نزحت قرى وأسرا بكاملها، وهناك من يحاول تخفيف المعاناة عليهم، وخاصة في شهر رمضان المبارك وتوفير ما يمكن توفيره لهم. مشروع اليوم مشروع توزيع التمور للأسر النازحة المتضررة من جراء الأحداث ومن جراء الحرب الدائرة في اليمن، وخصوصا في مدينة التعزي. طال أمد الحرب وجفت منابع الجمعيات الخيرية والمساعدات الإنسانية، ولكن كما يقول القائمين على مؤسسة وقاية للبيئة والتنمية بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم في التخفيف من وطأة الفقر والحاجة للأسر المشردة من منازلها وقراها، ويدعون رجال الخير في الوقوف إلى جانبهم ومساعدة من تم تهجيرهم من مديرية التعزية، المديرية الأكثر تضررا وتهجيرا في محافظة تعز.